انت كابتن صالح انت تلاعب زين تشوفه لاعب زين، يعني ما نختلف عليه احنا كلنا، اذا كان لاعب جيد نقول هذا لاعب جيد، اذا كان لاعب سوبر نقول عليه لاعب سوبر. انا حقيقه اشوف ان اللاعبين المغتربين حاليا يعني ما شكلوا اضافه للمنتخب. هو يعني حقيقه يعني اقول يعني ممكن كثير من الناس اللي راح ممكن تعارضنا او احنا اني اتمنى اللاعب المغترب يشكل اضافه. ما لك علاقه بعرضك، احكي احكي ما لك علاقه. احنا اني اتمنى ما لك علاقه بعرضك، احنا مو هذه المشكله. سولف وعود، ما لك علاقه بعرضك، لا تبقى ورا اللي عرضك. انا شوف اقول لك شغله كابتن علي، كابتن صالح، يعني انا اشوف ان اللاعب المغترب، انا شفت لاعبين مغتربين سابقين، اشوف افضل لاعب مغترب اجى للمنتخب العراقي هو ياسر قاسم كان لاعب موهبه فذه ولاعب متمرس ومتكون تكوين صحيح كابتن جاسم من الفئات السنيه، وصل للمنتخب الاول وكان لاعب شو تقول عنه لاعب حقيقي. تيجي بالمرحله الثانيه يعني بالمستوى الثاني احمد ياسين، ممكن جست ميرا، شفنا زيدان اقبال حاليا، لكن زيدان اقبال يعني انا اللاعب انت شو وقت تشوفه؟ بالدوري صح لو مو صح؟ بالدوري تشوفه صح؟ طبعا زيدان اقبال انا ما شفت له الدوري موسم كامل لاعب، واتمنى له التوفيق لزيدان اقبال، اتمنى له والله العظيم لاعب موهبه فذه ولاعب على مستوى عالي، لكن وين يعني اريد شيء حسي، اريد اشوف